التشكيلة الوزارية التي أعلنها الدكتور عبد الله حمدوك لم تكن في مستوى مانفستو الثورة وتعهداتها المبذولة على لسان قيادات ثوى الحرية والتغيير، لم تلامس كذلك أو تقترب من طموحات رئيس الوزراء الذي نقدر له العمل على اختيار توليفة كفاءات منذ وصوله إلى الخرطوم، ولكن يبدو أن ضغط الأحزاب وتوازنات السياسة أفرغت التعهدات من محتواها، فجاءت الحكومة على النحو الذي تم الإعلان عنه. ويواصل محمد عبد القادر: توقعناها حكومة كفاءات، غير أن صوت الأحزاب كان أعلى وتمنيناها متجاوزة لكل القوى على الساحة السياسية وفقا لتعهدات قيادات الحرية والتغيير المتعلقة باستبعاد الأسماء ذات الانتماء السياسي الصارخ وتلك التي شاركت في المفاوضات والاعتماد على الكفاءات لترتيب أمر الفترة الانتقالية قبل الدخول إلى مرحلة التنافس الحر عبر صناديق الانتخابات. ويختم محمد عبد القادر زاويته بالقول: رغم تباين الأصوات والرؤى في تقبل ما أعلنه حمدوك، إلا أنه من واجب كل السودانيين دعم هذه الحكومة لأنها جسر العبور إلى ضفة التحولات الآمنة.